في ظل التغيرات المناخية العالمية، يسعى المغرب لأن يكون في طليعة الدول التي تتبنى الطاقة النظيفة. في هذا الفيديو سنستعرض الاستراتيجية الطاقية الوطنية التي قدمتها وزيرة الانتقال الطاقي ليلى بن علي، والتي تهدف إلى تحويل مستقبل الطاقة في المملكة بحلول عام 2030. تضع الاستراتيجية الطاقية الوطنية المغرب على مسار يهدف إلى زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة لتصل نسبتها إلى أكثر من 52% من إنتاج الكهرباء بحلول عام 2030. يتطلب ذلك استثمارات هائلة في مشروعات الطاقة الشمسية والريحية والهيدروجين الأخضر. لكن التحديات ليست سهلة، فالطلب المتزايد على الطاقة يتطلب تعزيز الكفاءة وتطوير البنية التحتية. هنا يأتي دور التعديلات القانونية التي تسهل الاستثمار في قطاع الطاقة، مما يفتح المجال أمام الشركات المحلية والدولية للاستفادة من هذه الفرص. الهيدروجين الأخضر هو الحل الواعد لمستقبل الطاقة في المغرب. ضمن الاستراتيجية الجديدة يتم تطوير مشاريع ضخمة لإنتاج الهيدروجين الأخضر لتلبية الطلب المحلي والدولي في قطاعات النقل والصناعة، ما يساهم في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري. إلى جانب حماية البيئة، تساهم هذه الاستراتيجية في خلق الآلاف من فرص العمل وتعزز من دور المغرب كمركز إقليمي للطاقة النظيفة، وهذا سيساهم بشكل كبير في تحسين الاقتصاد الوطني وتطوير التكنولوجيا المحلية. الطريق للاستدامة في المغرب يبدو مشرقا من خلال تنفيذ هذه الاستراتيجية. يضع المغرب أسسا قوية لمستقبل طاقي نظيف ومستدام ليكون نموذجا يحتذى به في المنطقة والعالم.